سمح في كرشه باش تمشي تاخذ البوفه. هاد البوفه خربت لينا ولادنا، خربت لينا بلادنا. واحد كتكون عنده دار تيبيعها على حساب هاد المخدرات، راه خاص الامن راه خدام في هاد الشيء، ماشي ما خدامش، راه تينقيو في المغرب. ولكن البالونات اللي ما خاصهم كلهم يدخلوا للحبس باش المغرب باش البلاد تنقى. واش 3 سنين في حق هاد الناس كتبان لكم قليله؟ واه خويا 3 سنين ما كتبان قليله بزاف. راه بحال دابا راه 3 سنين راه دريه، راه كيعطى هذيك الماده كتديرها ولا كديرها ولا هي ميته وواقفه، راه ميته وواقفه. الشيء اللي كان تقريبا ديال الدريات اللي تشوفهم انهم ضاعوا سوا هاد البوفه، وراه الدريات من الدرب السلطان كاملين، من الدرب السلطان الدريات كاملين ضايعين ولا مدمنين على هاد الماده. اه الدري ولات كتبان كتبغي تمشي تعطى لحمها باش تاخذ ضربه ب 100 درهم. تقرب لنا من المعاناه. اش من المعاناة ديال الدريات؟ هي الدريات صافي ضاعوا. الدريه قلت لك ولات كتمشي تبيع لحمها. الشيء اللي كاين اخويا الناس بغاو يسولوا هاد البوفه شنو هي هاد البوفه؟ شحال دايره كيما تيقولوا؟ 100 درهم. 100 درهم. 100 درهم ضربه بحال شكل عدسه. كيفاش الضربه؟ بغينا نعرفوا الناس شرح بحال شكل عدس. انا ما كنديرهاش. لا عرفتي، ولكن المعاناه ديال صحاباتك الدريات اللي كتعرف. راه كتقول لك كنضرب، انا كندير ضربه ب 50 100 درهم ما كاملاش ربع ساعه كيمشي مني داك الشيء. 100 درهم ضاعت، خاصها تقلب عاوتاني على 100 درهم اخرى. كضطر الناس تبيع الحمام. ولا ضروري، منين غتمشي تجيب هاد الدريه خدامه؟ حتى كتشوف الشباب يوم 15 كلشي باغي يخوي البلاد. التجاره ديال المخدرات من السبب الاسباب اللي خلات الشباب يخرجوا. وراه الواحد كينوض في الصباح كيوقف على دريه كياخذ لها التليفون كيمشي يبيعو باش يدير البوف. الشيء اللي غنقول لك. شكرا. ولاو كيشكلوا خطر على المجتمع ولا على البلاد ديالنا. والاخطر في الامر هو انه ولينا كنلقاو انه من الصعب تلقى ناس تصور ضد تجار المخدرات بوجه مكشوف. علاش؟ هادشي كيبين الخطوره ديالهم فين وصلت، هادشي كيبين على اساس ان هاد الناس هادو ولات عندهم يعني سلطه ولا ما فهمناش هاد الناس فين وصلوا. هادشي علاش كنتمناو ان كيف ما الامن تعامل مع هاد الناس هادو، تم الاعتقال ديالو وتم الاعتقال ديال الزوجه ديالو بالرشوه ديال 30 مليون، ان القضاء المغربي يجعل منهم عبره لكل من يعتبر ولكل من سولت له نفسه انه يدمر وليداتنا بهذا المخدر ديال البوفه. معنا هاد السيدة هادي مشكورة اللي تا هي غادي تقول الكلمة ديالها، واللي يعني وحدة من الناس اللي كيعانيو بسبب الابن ديالها مضرورة بشكل كبير. السلام عليكم. السلام عليكم، تحياتي لكم خوتي. أنا واحد الإنسانة اللي تا أنا مضرورة من هادشي ديال بوفا ومن المخدرات، وتا أنا ولدي ضاع ليا. بالنسبة لهذا البوفا دمرتني ودمرت لي عائلتي ودمرت لي ولادي. الله ياخذ فيهم الحق. هاد تجار المخدرات ضيعوا لنا وليداتنا وضيعونا وشردونا. ولات المراه كتمشي تبيع وتشري وتعطي لولادها، الراجل كيمشي يبيع وتشري ويعطي لولاده. يعني ولينا حنا ضحايا، حنا الوالدين ولينا حنا هما الضحايا. الله ياخذ فيهم الحق. تا هما راه عندهم ولادهم، راه اللي كيسقي ولاد الناس بالسمره تا هو غيتسقى به. راه واحد النهار وليداتهم تا هما غيتبلاو، راه ولادهم تا هما غيضيعوا. راه ما يمكنش يضيعوا لنا ولادنا، ربي راه كيشوف. الله ياخذ فيهم الحق. كيفاش تبلاو وليداتنا؟ وليداتنا تبلاو بهاد البوفا، ولاو كيمشيو كيشريو هاد البوفا. كيجي كيديرها كيمشي عاوتاني كيشريها. منطقة ديال السلطان. كيعاود يديرها. كيقول لك لا انا راه هادشي كيضرني في راسي. اش من المنطقة هذه؟ كيقول لك انا خصني نمشي لدار السلطان باش نجيب هادشي باش نرد مخي ليا. يعني الدري ما بقاش كتقدو 4000 ولا 6000، لدرجة ولا كيبيع حوايجو، ولا كيبيع حوايج دارهم، ولا كيبيع تلفازة، ولا كيهز مواعنو. ولا خصو يبيع اي حاجه باش يكمي. حنا كنطالبوا الله ياخذ فيهم الحق، وكنطالبوا من المخزن يدير لنا شي حل معاهم. راه ضيعوا لنا وليداتنا، وراه حنا ضعنا مع ولادنا، وراه هادشي بزاف، راه بزاف. شحال الفلوس خاص ولدك؟ راه بزاف، خاصو بزاف، خاصو على الاقل واحد 12000 ريال يوميا. اللي غتجيبيها؟ منين غنجيبها؟ انا كنبيع ونشري غير عندي فراشه، كنبيعها خضره باش غنجيبها ليه، منين غنعطيها ليه. ولا كيهز ليا معان كيديهم يبيعهم، كيز حوايج كيديهم يبيعهم. انا ما قدرتش ندوي، ولكن جات فرصه فاش غندوي. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. الرساله اللي بغيت نوجه للقضاء بهذه البوفا خاصها تحيد، ما تبقاش في بلادنا. وهاد المخدرات خصهم يتحاربوا، حيت وليداتنا ضاعوا، ولادنا ضاعوا،
ولادنا ما بقاو لا كيخدموا لا كيبيعوا يشريوا لا والو. واش مرا عندها 50 عام خارجه تبيع وتشري باش تصرف على ولادها؟ ومني كيجي الدري كيقول لك لا خصني باش دوري معايا، خاصني تدوري معايا، انا ما قادانيش 100 درهم ولا هذه تقريبا طلامط بعد يعني باع كل شيء، باع كل شيء، ولا ما كيلقى والو كيخرجوا يشفروا، ولا الدراري كيمشوا يشفروا باش كيكميو. كتلقى الدري خاون تيليفون باغي يبيعو باش يكمي، كيمشي خوان صاك كيديه باش يبيعو باش يمشي يكمي، يعني الدراري ولاو كيتلاحو السارقه، ولاو كيشفروا الوليدات باش يكميو. كاع الوليدات كيمشيو يسرقوا وكيمشيو للحباسات بالطبع، راه المخزن ما غادي يرحم حتى شي واحد، راه اللي سرق غيمشي للحبس، واللي دار شي حاجه راه غيمشي للحبس، راه القانون فوق كل شيء. عانيتي كثيرة ضروري اخويا، عانيت وباقا كنعاني، باقا كنعاني، باقا كنعاني وكنعاني بزاف، حيت هاد المخدرات دمروا لينا وليداتنا، كاع الوليدات دمروا، كل شيء الوليدات دمروا بالمخدرات، ما كاينش وليد اللي كتلقاه ما مدمرش. كتلقى الوليد عنده 16 عام مدمر، 16 عام مبلي، 16 عام كيكمي، 16 عام كيدير البوفا، البنيات 16 عام. انا كنعرف بنات اللي ولادهم سمحوا فيهم، كتخلي ولادها وكتمشي تقلب على البوفا، كدريه ولدات عطات بنتها مشات تقلب على البوفا، دريه ساده على وليداتها وكتقلب على البوفا، الوليدات كياكلوا من الجيران. يعني هذا المخدر ديال البوفا دمر 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 العائلات. السيد ملي تشد اللي كان كيبيع البوفا كيمشيو لقنص اخر كيلقى ضروري، اه ضروري غيجيبوها من بلاصه اخرى، ضروري حيت هي موجوده كاينه اي بلاصه فيها. تيقول لك جيبها الفلوس، فلوس فينا يا خويا؟ منين غنجيبو فلوس؟ فاش حنا كنتكرفصو عليها باش نعيشو باش ناكلو ونشربو، ما كاينش والو، خصك تجيب فلوس باش تشري المخدرات. الله ياخذ فيهم الحق، وكنطالبو من الامن يحرس على هاد تجار المخدرات. و اش غنقول الكلمه الاخيره؟ الله يجعل ربي يعاون رجال الامن ويوصلهم باش يحيدوا لنا البوفا من البلاد ويحيدوا لنا المخدرات، والله يغلبهم عليهم ان شاء الله. رساله ختاميه انا كنوجهها للدرك الملكي، الدرك الملكي، لان هذا المؤثر او هذا السم ديال البوفا كيتباع في المناطق التابعه لرجال الدرك الملكي بشكل كبير، وكاينين الناس اللي كيبيعوا بالكرو تابعين للمناطق اللي فيها الدرك الملكي. كون على يقين بانه هاد التجار المخدرات ملي كيدخلوا للمجال الحضاري كيعانيوا باش يبيعوها، وكيتم اعتقال عدد كبير، واخرهم هو هاد ولد التريكه اللي تم الاعتقال حتى ديال الزوجه ديالو اللي جات باغا ترشي رجال الامن ب 30 مليون وتقدمات حتى هي بهذيك الرشوه. هذا الشيء علاش كناكدوا على ان الدرك الملكي انه بذل المزيد من الجهد. زائد نقطة مهمة هو أن القضاء المغربي يجب أن يكون صارما في التعامل مع هاد بارونات المخدرات، أن يكون صارما، لأن هاد التجار ديال البوفا راهما سبب واحد العدد كبير من الجرائم، لا ديال القتل ولا الاغتصاب ولا السرقة ولا ولا ولا، وحتى الاعتداء على الأصول. هاد الشيء علاش لا يجب التعامل معهم برحمة. تجار هاد السموم هذه ما خاصش يتم التعامل معهم برحمه، واقل ما يمكن ان هاد الناس يتحاكموا به هي 20 سنه، لانهم كيف ما قلت هما السبب او المحفز لارتكاب الجريمه. وشكرا. شكرا سي رشيد. مازال غنكملوا مع كتيقوا في المؤسسه القضائيه. تحيه الاستاذ رشيد. مرحبا مرحبا. الظاهره ديال الكوفه كارثه بكل مقاييس، ومازال كتباع صاحبي، ومازال كتباع، مازال كتباع السي رشيد. الله يخليك، راه حنا مكتب تنفيذي للمنظمه الوطنيه للحقوق والحريات، وكنعرفوا اش كنديروا، ونشتغلوا في اطار القانون، ونشتغلوا في اطار ما يخوله لنا القانون، وكنثيقوا في المؤسسه الامنيه، وكنثيقوا في المؤسسه القضائيه. على العموم حنا اليوم كمنظمه وطنيه او كمكتب تنفيذي للمنظمه الوطنيه للحقوق والحريات، امام او الخلفيه ديالنا محكمه الاستئناف، بارون ديال من اباطره تجار المخدرات، لان البارون سعد التريكه او الملقب بالتريكه كان ما كما قلنا في 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 اللقاءات السابقه ما كانش كيتلاقى مباشره مع الزبائن، كانوا عنده مجموعه ديال المروجين، كان كيجيب واحد الحمله، واحد الشحنه كبيره، وكتدخل منطقه درب السلطان وكتوزع لافساد الناشئه. هذا البارون هذا كما قلت قبيله وغادي قديما نقول
على انه علاش كيتحاكم كتاجر ديال المخدرات؟ لماذا يحاكم كتاجر المخدرات؟ واش المحزوز اللي لقاو عنده ما داوش للمختبر؟ واش المحزوز اللي لقاو عند التاجر المخدرات؟ المثل امام العداله هنا في محكمه السلام في مدينه الدار البيضاء. ما داوش داكشي اللي لقاو عنده ما داوش للمختبر. ما لقاوش فيه السموم. ما لقاوش كيديروا مواد مصنعه تخلط بماده المعجون وكذلك تخلط بمخدر الشيره وتخلط بالبوفا. مواد كيماويه قاتله مسرطنه خطيره. على ما داروش المختبر ما حلوش. اذا فيجب ان يحاكم كتاجر للسموم وكقاتل ويكون عبره لغيره من تجار المخدرات. ما يخش للتسليف الجدائيه ويجي الملف لمحكمه الاستئناف ويتخزن ويبقى في الرفوف حتى تنوض المنابر الاعلاميه الحره والهيئات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقيه ويتجبد الملف من الدهاليز. ودابا يروج حنا كنثقوا في المؤسسه القضائيه وكنثقوا في المؤسسه الامنيه وخاصه في الظرفيه الحاليه. وليني خاص هذا البارون هذا ياخذ اقصى العقوبات. حنا غادي نشوفوا مراحل ديال 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 التقاضي او الاطوار ديال المحاكمه راه مازالت مستمره. باش غادي يشدوا واحد من درب السلطان يجيبوه ويخلوا باقي تجار المخدرات لحد الان في هذه الساعه وفي هذه العشيه كيبيعوا البوفا في درب السلطان. نرفض ذلك رفضا قاطعا. يقول كثير راه ما كاينش تاجر مخدرات، علاش الاعلام وعلاش الحقوقيين سلطوا الضوء على هذا الملف؟ جميل جدا. انا غنقول لك علاش. اول حاجه اول مره غادي يشدوا تاجر بهذا الحجم هذا، لان واحد صادره في حقه العشرات من المذكرات البحث الوطنيه. اليس بتاجرا عادي ديال المخدرات هذا؟ اليس بتاجرا عادي؟ هذا راه من الاباطره ومن البارونه تجاره تجار المخدرات. راه عنده العشرات ديال مذكرات البحث الوطنيه صادره في حقه، وهو ما كانش كيبيع للمواطنين بشكل مباشر كباقي تجار المخدرات. هذا سيدي راه كان على الطوموبيل ديالو الفارهه اللي ساويه 100 ملايين السنتيمات، راه كان كيدوز، راه حتى واحد ما كان كيدوز معاه في درب السلطان. كيشوفوه كيدوروا وجههم لهاد الجهه. وهو اللي كان كيزود تجارة المخدرات اللي كان كيمشيو اكباش الفداء. من فما كيقلبوا على 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 عائله التركه كيمشيو يجيبوا تاجر المخدرات ويدخلوا يسدوا عليه يقولوا ها هو جبنا حنا واحد. لحد الان يا اخوان، لحد الان حنا كمنظمه وطنيه للحقوق والحريات ما غاديش نسكتوا على تجار المخدرات. وكنقول لهم من هنا راه حنا كمنظمه وطنيه للحقوق والحريات وكاحمد الشرفي المنسق الوطني للمنظمه الوطنيه للحقوق والحريات غادي نمشي للمارشي وغادي نشري الكفن ديالي وغنديرو في شكارتي وغنهزو معايا. واللي بغى يقتلني يقتلني، ابى من ابى واحب من احب وكره من كره. وسنظل نحارب تجار المخدرات اينما وجدوا واينما كانوا واينما رحلوا واينما ارتحلوا. هذا يعني يدل على الغيره ديالكم على الوطن وعلى بزاف اصاحبي. راه البارح انا البارح مشيت عند احد تجار المخدرات، انا مشيت عنده برجلي، قالوا لي ودي راه كاين واحد التاجر، حنا كنديروا واحد اللائحه ديال الجرد باسماء تجار المخدرات. عندنا لائحه باسماء تجار المخدرات اللي غادي نشدوا من دار بوعزه والنواحي وغنساليها بوزليقه والدار البيضاء ككل. قالوا لي كاين واحد تاجر المخدرات ما غاديش نذكر دابا حيت داكشي غادي يجي في الحلقه القادمه ان شاء الله. تاجر المخدرات قالوا لي كاين في واحد المنطقه معينه. مشيت انا في السياره معايا واحد جوج الاخوان، بقيت انا في السياره اللور حيت غادي ربما يشوفوني غادي يتحفظوا او غادي يعرفوني او ما ادري. بقيت في السياره اللور 20 قاصره ما دون السن القانوني لقينا تما كاين عندهم. كارثه بكل المقاييس. منطقه تابعه للذروه ب خليني الله يخليك، شوف خليني الله يخليك في الحدود مع مديوره. شوف في شوف شوف عندي لائحه ديال الجرد، اقسم بالله الا غنحطوهم ولكن باستشاره مع المكتب التنفيذي للمنظمه الوطنيه للحقوق والحريات، غنحطوهم بالاسماء ديالهم وبالعناوين ديالهم وحتى لي بلانطوات اللي معاهم وكل واحد فين كيتواجد وحتى السلعه اللي كيبيع وشانطي يوم السلعه اللي كيبيع. غنشدوها غنصوروها غادي نرافقوها بالمواد الاعلاميه اللي غتمشي ان شاء الله الرحمن الرحيم وحتى بالشكايات. لقيت الدريات عندهم 13 عام 14 عام 20 وحده واقفين في الشارع كيتلقاو كيديروا اوتو ستوب. كارثه وما خاصنيش هاد الهضره كاع نقولها عباد الله. كتبكي كي كونسومي البوفا كتشير عليك مسكينه باغاك تهزها ولا عالم الله شنو دير باش تعطيها باش تشري البوفا كيبيعوا لحمهم. الدراري عندهم الدراجات الناريه 96 50 تريبورتور دي خيطي بيطي عنده الرجال عيالات كيبيعوا الشراب كيبيعوا البيره كيبيعوا الكحول بمختلف انواعها كيبيعوا واحد الماحيه والله ما تشربها تشربها تشد داك الوجع. واش كاين شي ماحيه مديره 205 ريال 300 ريال رابعه عباد الله رابعه ب 300 ريال مصيبه من الكارطون ديال البيض وليكوش ديال الدراري الصغار
وداك الدين سير الخامج ولا عرام الله باش مصيبه ولا مديرين فيها غير الفنيد. عندنا لائحه ديال الجر. دابا توصلنا ل 10 تجار المخدرات وبالدليل القاطع توصلنا ليهم. وغادي وكما قلت سابقا الاخوان ديالكم ما غنحطش انا في جهه الدار البيضاء سطات ولا اي مؤسسه بجهه الدار البيضاء سطات ما غاديش نحطوا فيها نسخه. لان كاع المؤسسات وكاع الاقاليم وكاع العمالات وكاع المناطق عندهم مخبرين ديالهم كيقولوا لهم راه فلان دخل شويه السيمولياجور كيجي مقدم يجري. ماذا بك كروه فيها 20 او 13 او 14 بلانطو مساعد وتاجر المخدرات وقف كيبيع في المخدرات بمختلف انواعها والرواج غادي يجي غادي يجي. هذا ما عرفوش هذا ما شافوش. حنا غادي نديو نحطوا نسخه للديوان الملكي باسماء تجار المخدرات وكل تاجر غادي ناخذوا عينه من داكشي اللي كيبيع وغنصوروه وغنفقوا بالشكايه. غنكمل لك استاذ غنحطوا نسخه ونكمل لك الكلمه غنحط باش ما تضيعش الفكره. غادي نحطوا نسخه الاداره ديال 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 الدرك الملكي المركزيه اللي في الرباط وغنحطوا نسخه المديرية العامة للأمن الوطني وغنحطوا نسخة للمركز الأبحاث القضائية وغنحطوا نسخة للوزارة الداخلية بأسماء كاع تجار المخدرات اللي كاينين في الدار البيضاء والنواحي ديالها. توصلنا العشرة ها هما 10 ديال تجار المخدرات هنا بالأسماء ديالهم العناوين ديالهم لي بلانطوات ديالهم من كيجيو لي بلانطوات شحال بلانطو خدام معاه شنو كيبيع. كارثة بكل المقاييس. لك الكلمه استاذ. سمعنا السيمانه اللي فاتت قول القبض على الزوجه ديال هاد بائع المخدرات. الحوزه ديالها 30 مليون شنو؟ شوف شوفوا استاذ بالنسبه للزوجه ديال هاد تاجر المخدرات او هو تاجر المخدرات القشه التي كسرت ظهر البعير. النقطه اللي فقدت الكاس وكوك عباد الله. هذا غير نموذج. التاجر المخدرات اللي كاين هنا ما هو الا نموذج للعشرات من تجار او المئات من تجار المخدرات الذين ينشطون فوق النفوذ الترابي ديال الدار البيضاء. للاسف الشديد للاسف الشديد السياسه التي تعرفها بلادنا حاليا ليست في حاجه الى ترويج مثل هذه الفيديوهات. السياسه التي تعرفها بلادنا حاليا ليس السياسه الخارجيه اتكلم ليس الداخليه السياسه الخارجيه لبلادنا التي تعرفها بلادنا في هذه الايام ليست في حاجه الى ترويج من هذه الفيديوهات وهذه التصريحات. ولكن الوضع يتطلب ذلك. خاصة نحيدوا المرض من الجدر. اللفعه خاصها تقطع على الراس ديال اللفعه. هذا البارون خاصو ياخذ اقصى العقوبات باش يكون عبره لغيره من البارونات. وحنا كنعرفوا هاد البارونات وتجار المخدرات راه لاباس عليهم، راه مسك عليهم الله. راه بامكانهم اللي بغاو يعيشوا. راه غيعيشوا. راه عندهم الفلوس. راه يمشيو يديروا برامج مدرة للدخل، يديروا مشاريع، يديروا بروجيات في الحلال يا رسول الله، ويخدموا ويعيشوا ويعيشوا معهم الناس. حين تولفوا هاد الشيء هذا، ما بقى كيتقر فيهم لا اعاده الادماج، وما بقاش يقر فيهم لا اعاده الاصلاح ولا اعاده التاهيل. صافي قلبهم مات. القضاء هو الجهه الوحيده التي الرادي عليهم. ونكتفي بهذا القدر. وما زالت مراحل التقاضيه او المراحل الاطوار الدعوه ما زالت قائمه هنا بمحكمه سينا بمدينه الدار البيضاء وكمنظمه حقوقيه المنظمه الوطنيه للحقوق والحريات ندين ونستنكر هذه الافعال الاجراميه اللي كيقوموا بها مثل هذا الشخص الباتل امام هذه المحكمه ونطلب له باقصى العقوبات. وللحديث بقيه للحديث بقيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا استاذ انا معك سمو خويا بن هيمه انا معك خويا. واش ظاهره في التوجيب تضافر الجهود من اجل الحد والقضاء على هذه الظاهره استاذ؟ المقاربه الامنيه بوحده كافيه استاذ. احنا ديما تنقولوها استاذ. احنا حينما تكلمنا الان تكلمنا استاذ الان تكلمنا على ان حينما تكلمنا الان استاذ تكلمنا على ان القضاء اللي كنثقوا فيه القضاء المغربي اللي كنثقوا فيه على انه يشد اقصى العقوبات على هاد البارون ديال المخدرات. اما بالنسبه للمقاربه الامنيه المقاربه الامنيه والمقاربه الامنيه التشاركيه وراه ما كافياش. راه هناك عده عوامل احنا ذكرناها ذاك النهار في الحلقات السابقه ان الجريمه كتربى. الجريمه كتكون غير صغيره غير ذوك الجريمه وغادوا كتربى 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 لقات واحد المحيط واحد الارضيه خصبه فاش تربى فاش كبر فاش توسع. راه ملي غادي نلقاو استاذ ان برلمان الطفل الغيب الدور ديالو ما كاينش، وزاره الاسره والتضامن الدور ديالها غايب ما كايناش، وزاره الصحه
وخلي وزاره الصحه هذيك بوحدها هذيك راه واش ديما خلينا بلاتي نجي معك الاستاذ، حنا غنتكلموا على الوزارات والمؤسسات اللي عندها البيجي، عندها الدعم، عندها الميزانيه، واللي هي من المفروض على انها دير برامج مدره للدخل واعاده الهيكله المجموعه من الباعه الجائرين ودير اسواق ديال القرب وكذلك احتضان الناشئه واعاده الادماج السجناء كتكون خارج اسوار السجن ماشي داخل اسوار السجن. راه ما يمكنش حنا غادي نبقاو نعطيو الواحد الشريحه ديال المجتمع اللي هي فشلات اجتماعيا، فشلات في الحياه ديالها العمليه، فشلات في الحياه ديالها الزوجيه، فشلات وخارجه كتفسد الناشئه، وغادي نقولوا البوليس ما دارش خدمته، الجدارميه ما داروش خدمتهم، والمؤسسات ديال الدوله المانوط لها على انها تدير برامج ديال التاهيل، ومانوط لها على انها تدير برامج يعني بحال هذا الهدر المدرسي كما كنشوفوه دابا مؤخرا، ظاهره الهدر المدرسي في صفوف الناشئه راه تسبات في الهجره الجماعيه. والسد سبب من الاسباب، بس اسباب وغنكمل لك استاذ، السبب الرئيسي على ان هناك العشرات ديال المناطق المجاوره لمدينه الدار البيضاء كتفتقر للمؤسسات التعليميه، ما فيهاش لا اعداديه ولا ثانويه ولا مؤسسه او مؤسسه ابتدائيه، كتلقى الاطفال كيضربوا كيلومترات باش يوصلوا للمدارس ديالهم، في الاخر كيكون هناك عزوف على 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 التمدرس، في الاخر كيخرج الطفل للشارع، ملي كيخرج الشارع كيلقى هذاك البزناز، ملي كيلقى البزناز كيلقاه ولا بحال فريسه سهله بين يديه. لا مبادرة وطنية للتنمية البشرية دارت خدمتها، لا وزارة الأسرة والتضامن دارت خدمتها، لا حتى حاجة، حتى مؤسسة ما نجحت في العمل ديالها المانوط لها وفق ما يقتضيه أو ما تقتضي التعليمات المولوية السامية، كيبقى فريسة سهلة، راه كيعطيه البوفة، راه كيعطيه الحشيش، راه كيعطيه كذا، والتاني الحديثي باقي راه شلا ما يتقال، راه شهاد، واش شهاد 10 ديال تجار المخدرات اللي عندنا هنا، وما غنتزاكلوش معاهم. ومازال ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم يجينا اسماء اخرين بعناوين اخرى وغادي نضيفهم على هذه اللائحه وغتكون الهضره ان شاء الله.